المهندس محمد بن صالح السعيد وهو احد مستفيدي مركز طموح سابقا. السلام عليكم سعاده مهندس. حياك الله، يا هلا وسهلا، الله يحييك ومسي عليكم ومسي على الساده المشاهدين جميعا، حياكم الله. الله يسعدك يا رب. حبيبنا، انت ممن استفاد من هذا المركز، مركز طموح، لو تحدثنا عن هذه الفائده والاستفاده. طبعا والله يعني في البدايه طبعا اختلف نوعا ما عن بقيه الزملاء من طلاب ومشرفين داخل المركز. انا طبعا كنت طالب في المركز، وبعد المرحله الدراسيه اصبحت مشرف نشاط لمده تقريبا 4 سنوات، لكنها متقطعه لظروف العمل والدورات الخارجيه. طبعا يوم كنت طالب ذاك الوقت تقريبا كانت هوايتي التقديم يعني بشكل عام، او الالقاء بمعنى اصح، الالقاء بشكل عام. وكانت ذاك الوقت يعني المدرسه لا تتيح يعني جميل لنا مثل هذه الهوايات، او تعطيك راحه نفس الهوايه اللي انت تعبها. لذلك وجدت المركز هو البيئه المناسبه لصقل تلك الموهبه. ويعني من الاشياء اللي اعتز فيها بالمناسبه اني كنت ابن من ابناء قناه المجد، يعني تقديم برنامج فعاليات الصيف كذلك، اي كذلك المشاركه ايضا برنامج عيدي وبرامج اخرى. الكلام هذا له تقريبا 4 سنوات، فهو كان اكبر حقيقه اكبر شرف مثل. نعم، والمجد تتشرف بك حبيبي المهندس محمد بن صالح السعيد، أنتم أحد مستفيدي المركز. رسالة ودك تقولها؟ والله أنا يعني أقول المركز باختصار هو ذكريات جميلة ودروس من المستحيل يعني نسيانها. نعم. وطبعا في شراكة الآن بين المؤسسة اللي هي مؤسسة تابعة لي، بيني وبين المركز شراكة طبعا تطوعية. جميل. مع المركز تقديم دورات، كذلك برامج ترفيهية تقريبا لكل 2 أو 3 أسابيع هناك برنامج او دورة المركز طموح. نعم، الله ينفع بكم جميع. المهندس محمد بن صالح السعيد احد مستفيدي مركز طموح سابقا، شكرا جزيلا.